اي استخدام في الدنيا بيكون ليه شويه متطلبات، يعني لو انت جيمر انت محتاج تشتري جهاز اهم قطعه فيه بالنسبه لك هو كارت الشاشه، لان ده الشيء المسؤول عن ترجمه اكواد اللعبه بصوره سريعه ويعرضها لك على انها فريمات. اما لو انت كونتنت كرييتور فبتحتاج بروسيسور سريع يقدر انه يعالج الماتيريال بتاعتك بصوره سريعه جدا ورامات مساحتها عاليه عشان كم الداتا اللي بتتنقل من الهارد ديسك او الاس اس دي للرامات وبعد كده للبروسيسور. ايه بقى الفكره في اني اشتري اس اس دي؟ ايه العائد من اني اشتري قطعه زي دي في اداء جهازي؟ عارفين واتكلمنا في اكتر من حلقه فاتت انه واحد من اهم القطع في الجهاز عندك، وده بيرجع لان ليه قدره على الكتابه والقرايه بشكل سريع جدا في الثانيه الواحده. ده ممكن لبعض الناس ما يفرقش حاجه لانهم مش شايفين اي مبرر للسرعه دي قصاد الفلوس الكتير اللي بتدفع، وفي الاخر هو مساحته قليله. انت صح وفي نفس الوقت غلط. الفكرة ان اي حاجة بتحصل على الكمبيوتر بتاعك هي عبارة عن داتا، والداتا دي عبارة عن ملفات متكونة من مجموعة اكواد مكتوبة على وحدة التخزين بتاعتك، والبروسيسور بتاعك بيقراها يا واحد يا زيرو اللي معروفة بالباينري، يا فيه يا مفيش. طبعا انت مش متخيل ان كل اللي بيكون قدامك من جرافيكس وبرامج وجيمز ومميزات في الاخر يا فيه يا مفيش، بس هو ده الواقع. فايا كان الحاجة اللي بتشتغل على الكمبيوتر هي في الاول وفي الاخر عبارة عن فايل من الاوامر اللي مفترض انها بتتم في حالة اني محتاج الفايل ده. طبعا البروسيسور عشان ينفذ الامر اللي انت عايزه منه بيروح للرام ويقول لها لو سمحت انا عاوز الفايل اللي فيه الاوامر دي. الرام تاخد الامر من السي بي يو وتروح لوحدة التخزين وتقول له انا عايزة الفايل ده. تبدأ وحدة التخزين تدور على الفايل ده، واول ما تلاقيه بتديه للرام وبعدها تديه للبروسيسور عشان يتم عملية الاكسكيوشن اللي انت طالبها. دي بنسميها عملية القراية. لكن لما بيحصل تعديل على الفايل ده او بيتم انتاج فايل جديد العملية بتحصل بنفس طريقة، بس بدل ما البروسيسور ياخد من الرامات ومن بعد وحدة التخزين، البروسيسور بيدي للرامات والرامات بعد كده بتدي لوحدة التخزين. دي اسمها عملية الكتابة. العملية دي بتتم بصورة دايمة وصورة لحظية طول ما انت على الكمبيوتر، حتى لو انت سايبه ايدل لازال في داتا رايحة جاية وفي وضع استعداد في انتظار اول امر منك، لان لو تبادل الداتا ده في لحظة ما وقف يبقى كأنك فصلت الكهرباء عن الجهاز. مع مرور الوقت الدنيا ابتدت تتطور، الداتا ابتدى حجمها يكبر وابتدت تظهر الحاجه لقطعه تقوم بقرايه الداتا وكتابتها بشكل اسرع عشان توصل للاوامر دي في وقت قليل، ودي كانت اكبر مشكله في الهاردات. الهاردات مع مرور الوقت سرعتها كانت بتكون اعلى، بس مش بنفس السرعه اللي ابتدى بيها حاجه زي الاس اس دي ولا اللي وصل لها دلوقتي. الزياده في السرعه كانت بمعدل بطيء جدا مقارنه بان المساحه كانت دايما في زياده اكبر، والسبب يرجع ان الهاردات بتعتمد على اجزاء ميكانيكيه. سريعا كده الداتا بتكون متخزنه على الديسك الصلب اللي تكوينه عباره عن مواد مغناطيسيه، الديسك ده متقسم لمليارات المناطق المغناطيسيه، كل منطقه جواها خلايا قطبيه اما سالب او موجب. ارجع كده سريعا معايا للداتا في النهايه، البروسيسور بيقراها ايه؟ يا فيه يا ما فيش. فالقطب السالب اللي بيمثل الزيرو او ما فيش داتا، يا القطب الموجب اللي بيمثل واحد او في داتا. الديسك بيكون متثبت على موتور بيدور بسرعه معينه في الدقيقه الواحده، بالتالي الديسك بيدور معاه. في نفس الوقت اللي بيدور فيه الديسك بيكون فيه زراعة متحرك اسمه اكتويتور ارم اللي بيكون فيه مقدمته الريد والرايت هيد اللي مهمتها انها تبعت الاشاره المغناطيسيه اللي هتحتفظ بيها الاقطاب دي في حاله انك عامل داتا جديده، ودي عمليه الكتابه. وفي نفس الوقت عندها القدره في انها تترجم الاشارات دي وتبعتها للرام ومنها للبروسيسور، ودي بتكون عمليه القرايه. دي العمليه اللي بيقوم بيها الاتش دي دي كل ما تحتاج تكتب او تقرا اي داتا ببساطه شديده جدا جدا جدا. في تفاصيل اكتر لو غصت اكتر من كده فيها هنحتاج حلقه تانية. المهم ان الاس اس دي تكوينه مختلف تماما عن الاتش دي دي. الاس اس دي عباره عن دايره كهربائيه بتتكون من وحدات ذاكره اسمها ناند فلاش من نوع نون فولاتايل ميموري، وده معناه انها ليها القدره على الاحتفاظ بالداتا حتى لو التيار انقطع عنها، على عكس الدي رام والمايكرو بروسيسور اللي بيربط ما بين الشرايح دي اسمه كنترولر او المتحكم. الكنترولر او المتحكم هو حلقه الوصل ما بين الناند فلاش وباقي مكونات الجهاز. الكنترولر نقدر نعتبره ان العقل بتاع الاس اس دي، هو ان
المسؤول عن تنظيم الداتا على كل وحدات الناند فلاش بالتساوي عشان ما يحصلش الوير ليفلينج، وفي نفس الوقت للتواصل مع الشرايح في وقت واحد. ويمكن ده اللي بيميز الكنترولرز الهاي اند عن الكنترولرز اللي بتكون لو اند. ايا كان ليفل الاس اس دي السعري، فالاس اس دي بسبب تكوينه الداخلي وعدم اعتماده على اجزاء ميكانيكيه فهو اسرع بكتير جدا واقل في معدل الدقيق واقل طبعا في استهلاك الطاقه، بالتالي اقل في درجه الحراره. هو مفيش بقى مشاكل الاهتزاز اللي بتحصل بسبب دوران الهاردات، ده غير ان ممكن الهاردات في لحظه ما وفجاه تفقد الشحنه المغناطيسيه، بالتالي انت هتفقد الداتا بتاعتك. مش بقول ان الاس اس دي ما فيهوش مشاكل، على العكس الاس اس دي فيه مشاكل وممكن يعطل في اي وقت لان مفيش اي حاجه الانسان عاملها مش عرضه للاعطال، لكن مستوى المخاطره اقل بكتير، ويمكن عشان الاسباب دي اسعار الاس اس دي غاليه. بس الكلام ده اعتقد اختلف كتير عن زمان، زي ما ممكن تعرف في حلقه فاتت الوضع كان ايه وبقى ايه. خلاص انا هشتري الاس اس دي واقتنعت تماما بالفكره، بس انا عندي سؤال رفيع جدا قد الاس اس دي ده، هل السرعه دي ليها مردود ونتائج عليا سواء كنت جيمر، كونتنت كرييشن، مستخدم عادي؟ هي ليها مردود زي ما اتفقنا ان في عمليه تبادل للداتا بشكل اسرع. وحده التخزين ملهاش اي دور في اي زياده من اي نوع في الاداء بتاع الجهاز بتاعك. ان كنت عاوز بروجكت معين يعمل ريندر في وقت اقل فمش الاس اس دي، ان كنت عاوز اللعبه تديك فريمات اكتر فمش الاس اس دي، ان كنت عاوز تعمل كومبايلنج اسرع للسورس كود بتاعك فانت اكيد مش هتروح للاس اس دي. الاس اس دي بس هيخليك توصل للداتا دي بشكل اسرع عشان تديها للقطع المسؤوله عن معالجتها ايا كانت هي ايه الداتا، المهم انها تكون متخزنه عليه، وده هيحل مشاكل كتير. على سبيل المثال لو انت جيمر لعبه زي ببجي مثلا، مش ببجي موبايل، النسخه اللي على البي سي اللودنج سكرين بتاعتها على الهاردات حتى وان كانت 7200 لفه في الدقيقه بتاخد وقت اطول بكتير لو اللعبه على الاس اس دي، وده بيفسر ازاي في ناس بتخش قبل ناس اللوبي بتاعك والجهاز من حيث الرامات والبروسيسور والكارت واحد. في الالعاب نفسها وقت ما انت بتلعب في معضله مشهوره قوي اسمها هيتشنج، خصوصا الالعاب من نوعيه الاوبن وورلد، ودي ممكن نعرفها انها توقف لحظي في الالعاب لما ما تقدرش تسحب الداتا الخاصه بمشهد معين من وحده التخزين بالسرعه الكافيه اللي بتتماشى مع سرعه الاحداث جوه اللعبه. يبقى احنا اتفقنا على ايه هي المشكله اللي بيحلها الاس اس دي في جهازك، لكن بقد ايه؟ عشان اعرف بالظبط قد ايه الفرق اللي يقدر يحققه الاس اس دي، انا هاخد الترانسند ام تي اي 110 اس كفار تجارب. الاس اس دي ده من نوع M.2 بي سي اي اكسبريس اكس 4 من الجيل الثالث، معتمد على شرايح من نوع 3 دي ناند وبروتوكول ان في ام اي 1.3. يعتبر الاس اس دي ده من ترانسند هو الاول اللي بيدعم البروتوكول ده من فئه الكونسيومر، متاح منه مساحات بتبدا من 128 256 512 واخيرا 1 تيرا بايت. الاسعار بالترتيب هتكون 38 و 60 95 دولار، طبعا ما لقيتش للاسف سعر للنسخه الواحد تيرا بايت، بس بنتكلم ان سعرها ممكن رينج 150 ل 250 دولار. كل الكلام ده والاس اس دي قدر يقدم سرعه قرايه توصل ل 1690 ميجا بايت وسرعه كتابه توصل ل 1431 ميجا بايت في الثانيه الواحده. الاس اس دي ده هركبه على السيستم اللي هتظهر لك مواصفاته حالا. انا هستخدم الاس اس دي ترانسند كمساحه سنويه بجانب اس اس دي بنفس السرعه عليه السيستم، وابتدي انقل العاب على الاس اس دي الثانوي اللي هو الترانسند عشان اقيس الفرق في اللودنج تايم مقارنه طبعا بالاتش دي دي، وهل الاس اس دي بالسرعات دي هيكون اختيار مناسب للكونتنت كرييشن ولا لا. الالعاب اللي هستخدمها على حسب ما دورت من اكتر الالعاب اللي بتاخد وقت في اللودنج تايم، وكلها نقدر نقول انها تندرج تحت قائمه الالعاب الاوبن وورلد. وزي ما انت شايف الاس اس دي اسرع من الهاردات ال 5400 ار بي ام بنسبه تقدر ب 87%، وده متوسط السرعه بين اللعبتين. بس الالعاب مش كل حاجه، هي مهمه وكلنا بنحبها وحاجه بقت شبه اساسيه عند ناس كتير، بس مش هو ده المحتوى اللي هيستفيد بكامل قوه الاس اس دي. عزيزي المشاهد، المحتوى اللي هيقيس فعلا قدره الاس اس دي هو محتوى الكونتنت كرييشن، ومش بقصد عمليه الريندرنج قد ما بقصد التعامل مع الماتيريال، لان ماتيريال زمان من حيث الجوده مش هي نفس ماتيريال دلوقتي ولا حتى من حيث المساحه. شركه بلاك ماجيك واحده من الشركات المعروفه في مجال الكاميرات وبرامج الايديتنج عامله برنامج اسمه ديسك سبيد تيست.
بودكاست. فكرة البرنامج بسيطة جدا، هو حاطط في الاعتبار قيم المحتوى حاليا من حيث الريزولوشن ومن حيث الفريمات وفي نفس الوقت قيم الالوان اللي بقت موجودة، وعلى اساس سرعة الاس اس دي هيقول لك المحتوى اللي هيقدر يشغله. زي ما انت شايف البرنامج معلم على كل صح، وبجانب كده هيديك السرعات اللي مفترض الاس اس دي او ايا كانت الوحدة اللي انت بتستخدمها هيقدر يوفرها للمحتوى ده. وده يمكن اكتر حاجة بتبين الفرق ما بين انواع الاس اس دي، زي ما هنشوف في حلقة جاية للنسخة الاعلى من ترانسيت. الـ SSD الترانسند كسعر هو مناسب جدا مقابل السرعات اللي بيقدمها والمساحة المتواجد بيها. أقصى درجة حرارة وصلها الـ SSD كانت 76 درجة، ودي درجة حرارة كويسة ما تسببش أي ثروتلينج. كنت أفضل لو كان معاه هيت سينك، أي نعم عدد كبير جدا من المذر بورد بقى الهيت سينك فيها باي ديفولت، بس كان الأفضل لو كان معاه منفصل وأنت تركبه في حالة إن البورد عندك مثلا ما فيهاش هيت سينك زي البورد اللي أنا بجرب عليها. الخلاصة إن الـ SSD قطعة مهمة جدا، نقدر نقول بأي حال من الاحوال لازم تحطها في عين الاعتبار مع اي ميزانيه جهاز، والاسعار والمساحات بقت مختلفه عن زمان. اي نعم لازال في فجوه بين الاس اس دي من حيث المساحه والسعر، بس يفضل الاس اس دي الحل الافضل لرفع اداء جهازك في الريد والرايت، بما ان كل حاجه في جهازك من اوبريتنج سيستم، برامج، العاب، اغاني، افلام، صور، هي في النهايه عمليه كتابه وقرايه بتحصل بصوره مستمره او عند الطلب. اشتري اس اس دي ساتا ولا اشتري بي سي اي اكسبرس؟ والله الاثنين احسن من ال HDD، بس البي سي اي اكسبرس اسعاره بقت قريبه جدا من الاس اس دي الساتا. في فرق في الاسعار بسيط، لكن في فرق في السرعات رهيب جدا صالح طبعا البي سي اي اكسبرس. واللي يشجعك اكتر على انك تشتري اس اس دي ام 2 بي سي اي اكسبرس ان الشركات المصنعه للمذر بوردز الجديده كلها بدايه من اعلى بورده لاقل بورده سواء كانت انتل او اي ام دي، بقى الام 2 بي سي اي اكسبرس شيء شبه اساسي، فاعتبر ان ده سبب يخليك تشتريه، زي ما ده ممكن يكون سبب يخليك تعمل لنا لايك لو حلقتنا عجبتك، سبسكرايب لقناه عرب هاردوير عشان نوتيفيكيشن بالحلقه اللي جايه، وما تنساش تعمل سبسكرايب لقناتنا الجديده ارتك، وكالعاده رايك في التعليقات، واشوفكم في الحلقه الجايه.